بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل شرح المحاضرة رقم 18 من محاضرات الـ Power System Switch Gear and Protection. ما زلنا نتكلم في هذه المحاضرة عن حماية اللاينز باستخدام الـ Directional Protection. تكلمنا في الجزء الأول عن الحاجة لاستخدام خاصية الـ Directionality في الـ Power Systems، وبنتكلم في هذا الجزء عن أول الأنظمة الكهربائية اللي تحتاج لاستخدام الـ Directional Over Current Protection، واللي هي الـ Systems المكونة من Source يغذي اللود من خلال Two Parallel Feeders. طيب، نفرض ان عندنا هذا السيستم مكون من سورس يغذي هذا اللود من خلال تو بارالل لاينز، وهنا فريق عمله بروتكشن في بداية ونهاية كل لاين بالإضافة عند اللود. فلو حصل فولت في احد الخطين، المفترض فقط الريليز الخاصة بالخط اللي حصل عليها الفولت هي فقط اللي تعمل تريب، وكامل الباور اللي يحتاجها اللود تنقل بشكل طبيعي من خلال الخط الثاني. فلو حصل فولت هنا، المطلوب فقط R2 و R4 هي اللي تعمل تريب، والفول لود باور تنقل من خلال الخط الثاني، طبعا لفترة قصيرة تعتمد على الكباسيتي لهذا اللاين، إلى أن يتم عمل كليرنج للفولت ويرجع السيستم للوضع الطبيعي. طيب، كيف بيكون مسار الفولت كارنت هنا؟ بيكون بهذا الشكل، أي مسار يؤدي لنقطة الفولت من السورس بيمر فيها كارنت. فهذا المسار الأول من خلال هذا اللاين، وهذا المسار الثاني من خلال اللاين الآخر إلى نقطة الفولت. طبعا تختلف قيمة هذه التو كارنتس بناء على كامل الإمبيدنس اللي يمر فيها كل كارنت ابتداء من السورس وحتى نقطة الفولت. فإذا أي فولت يحصل في أي خط يتم تغذيته من السورس مرورا بالخط اللي حصل فيه الفولت، إضافة إلى الخط الثاني اللي ما حصل فيه أي فولت. فلو استخدمت هنا Non-Directional Over Current Relays، كل الريليز بتشعر بالفولت، ولا يمكن تحقيق عملية الكوردينيشن بين الريليز في هذه الحالة بحيث تكون شاملة لأي مكان في السيستم يحصل فيه فولت. فهنا كل الريليز بتشعر بالفولت وبتعمل تريب، رغم أنه المطلوب فقط فصل هذا الخط وما في أي ضرورة لفصل الخط الثاني. طيب، كيف نحل هذه المشكلة؟ الحل هنا باستخدام الدايركشنال ريليز، لكن كيف يتم تحديد النون دايركشنال والدايركشنال ريليز، وما هي القاعدة المتبعة؟ القاعدة هنا ننظر إلى مكان الريلي في السيستم، هل في إمكانية أو احتمالية إن اتجاه الفولت كارنت بيتغير ولا لا؟ فهذه الريليز اللي عند السورس لا يمكن أن يتغير عندها اتجاه الفولت كارنت. فنأخذ مثلا R1، لو حصل فولت هنا بيكون هذا المسار الأول للفولت كارنت وهذا المسار الثاني، يعني اتجاه الفولت كارنت في الحالة الأولى بالنسبة لR1 بهذا الشكل. ولو حصل فولت في هذا المكان، هذا المسار الأول وهذا المسار الثاني، يعني اتجاه الفولت كارنت ما زال بنفس الاتجاه. وحتى لو حصل فولت هنا بيكون مسار واحد للفولت فقط بهذا الشكل، لأن هذه النقطة هي نفسها نقطة البص وما في أي إمبيدنس هنا، فما في أصلا أي كارنت بيمر من خلال الـ R1، وبنفس الطريقة للـ R2. فإذا اتجاه الكارنت بالنسبة للريليز اللي عند السورس دائما تكون اتجاه واحد فقط، فبالنسبة لـ R1 دائما يكون بهذا الاتجاه و R2 دائما بهذا الاتجاه، ولا يمكن أبدا أنها تكون بالاتجاه العكسي. فهنا نختار Non-Directional Over Current Relays، لأن Directional Relays تكلفتها أعلى ويفضل عدم استخدامها إلا عند الحاجة. طيب، الريلاي اللي عند اللود بنفس الطريقة بالضبط، اتجاه الفوت كارنت دائما يكون بهذا الاتجاه، ولا يمكن أبدا أن يكون اتجاه الكارنت اتجاه العكسي بهذا الاتجاه إلا لو كان هذا اللود موتور لود. هنا يمكن أن يمر الكارنت بهذا الاتجاه لأن الموتورز أثناء الفولت تشارك في تغذية الفولت، فإذا نستخدم هنا Non-Directional Relays لأن هذا اللود Static Load وليس موتور لود، والكارنت دائما يمر بهذا الاتجاه. أما بالنسبة للـ R3 والـ R4 فيمكن أنه يتغير اتجاه الكارنت حسب مكان الفولت. فلو حصل فولت هنا، هذا المسار الأول وهذا المسار الثاني، الكارنت بيكون بهذا الاتجاه بالنسبة للـ R3 وهذا الاتجاه بالنسبة للـ R4. أما لو حصل الفولت هنا، هذا المسار الأول وهذا المسار الثاني، فيكون الكرنت بالنسبة للـ R3 بهذا الاتجاه وبالنسبة للـ R4 بهذا الاتجاه. فإذا هنا في احتمالية وإمكانية أنه يتغير اتجاه الكرنت بناء على مكان الفولت، فنستخدم هنا Directional Relays. وكقاعدة أو Rule of Thumb، دائما يكون اتجاه ونظر Directional Relay إلى الخط بهذا الشكل out of the bus، يعني نظر الدايركشنال ريلي الى اللاين بحيث يكون البص خلف هذا الريلي. فهنا الريلي بيعمل فقط في حال مر الكرنت مع نفس اتجاه السهم،
وبنفس الطريقة للـ R4. أما لو مر الكرنت في الاتجاه العكسي فما يعمل الريلي أبداً. وبالنسبة للتايم سيتينجز فمثلا نستخدم انستنتينيوس وديفينيت تايم ريليز، ونقدر نستخدم أي نوع آخر مثلا انفيرس أو IDMT. فهنا مثلا الـ R3 و R4 و R5 زمن الفصل انستنتينيوس، وبالنسبة للـ R1 و R2 بتايم ديلي 0.3 سكند. فاللي بيصير هنا لما يحصل الفوت في هذا المكان، ناخذ كل ريلي لوحده وندرس الريسبونس لهذا الريلي. أولا R1 بيشعر بالفوت لأنه نون دايركشنال لكن عنده تايم ديلي 0.3 سكند. نفس الكلام R2 بيشعر بالفوت لأنه نون دايركشنال لكن عنده تايم ديلي 0.3 سكند. طيب الـ R3 ما يشعر بالفوت أبدا لأنه دايركشنال ريلي، واتجاه الكرنت يعتبر ريفيرس أو عكسي بالنسبة لهذا الريلي، فبيشعر بالكرنت فقط لو كان الكرنت بهذا الاتجاه مع السهم. أما الـ R4 بيشعر بالكرنت لأن هذا اتجاه الكرنت، ويعتبر في نفس اتجاه الريلي 4 مع اتجاه السهم، وبالتالي بيفصل بشكل لحظي. فإذا هذا السيستم بعد ما فصل الـ R4 بشكل لحظي، هذا الخط رجع للوضع الطبيعي، و R1 هنا بيعمل ريست، يعني بيتوقف عن العد الزمني والتايم ديلي، لأن الكرنت اللي يمر هنا هو الكرنت الطبيعي حاليا وليس الفولت كرنت. لكن R2 ما زال يشعر بالفولت، فإذا بيعمل تريب بعد 0.3 سكند. وهذا الشكل النهائي للسيستم، فقط عزلنا الخط اللي حصل عليه الفولت بدون ما يتأثر الخط الثاني اللي ما تضرر من الفولت، وكامل الباور الآن تنقل إلى اللود من خلال هذا الخط. وطبعا مثل ما قلنا، إلى متى يتحمل هذا الخط نقل كامل الباور؟ هذا يعتمد على اللاين ماكسيمم كاباسيتي، لكن من الأفضل عمل كليرنج للفولت وحل المشكلة بشكل سريع وإعادة الخط للخدمة في أسرع وقت ممكن. وقلنا بما أن الدايركشن ريلي أغلى من النون دايركشن ريلي، فيجب استخدامه وقت الضرورة فقط. الجزء القادم بإذن الله بنتكلم عن الشكل الثاني من أشكال الباور سيستم اللي نحتاج فيها للدايركشن بروتكشن، وهي السيستمز اللي تتغذى من تو سورسز، أو ما يسمى بالدبل إند فيد سيستمز.